تطوير هاتف للكلاب يسمح بإجراء مكالمات الفيديو. أصحاب الكلاب خايفين عليهم من الوحدة، يا عيني علينا. السلام عليكم، معكم محمد الجاسور وقناة تنابيش. تسعى جامعة جلاسكو في اسكتلندا لتطوير وتجربة جهاز ابتكرته، مشيرة إلى أنه قد يكون وسيلة تحول دون شعور الكلاب التي تترك وحدها في المنزل بالوحدة، إذ يمكن الجهاز الكلاب من إجراء مكالمة فيديو مع أصحابها والتفاعل معهم من بعد. وفكرة الاختراع الذي أطلق عليه دوغ فون أو هاتف الكلب تعود لاختصاصية التفاعل بين الحيوانات في اسكتلندا. إيلينا هيريسكي دوغلاس الباحثة الأسكتلندية هدفها تحسين حياة الحيوانات من خلال التكنولوجيا. الفيديو لسه مخلصش، ادعمنا بلايك وشير واشتراك في القناة. وكشفت جامعة جلاسكو في بيان أن الجهاز هو أول نظام من نوعه يتيح للحيوانات استخدام الإنترنت للاتصال بأصحابها، ويأمل مخترعو الجهاز أن يساهم في التخفيف من قلق الانفصال لدى عدد كبير من الكلاب التي تم تبنيها خلال جائحة كورونا بعد أن تعودت الكلاب على الوجود الدائم للبشر حولها خلال فترة الحجر، لكنها تبقى وحدها في المنازل منذ عودة أصحابها إلى أعمالهم في المكاتب. الجهاز عبارة عن كرة مزودة بمقياس تسارع، ما إن يهزه الكلب حتى تطلق مكالمة فيديو إلى صاحبه بواسطة كمبيوتر محمول متصل بهذا الجهاز. وصلنا لنهاية الفيديو، ياريت تدعمنا بلايك وشير واشتراك في القناة، وياريت تزور القناة وتتجول بين فيديوهاتها. ألتقي بكم في فيديو جديد، إلى اللقاء.